اهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي المصريين في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وانتم بخير. احنا النهارده في قريه كفر الشهاوي التابعه لقريه التابعه لمركز كفر شكر، حيث شهدت القريه حادث مأساوي، حيث لقي شاب يدعى محمد عادل يبلغ من العمر 35 عاما، وجدوه صباحا مصاب بطلق ناري في الرأس وملقى على وجهه. أعزائي المشاهدين معنا أحد شهود عيان، هنعرف منه تفاصيل الواقعة وإيه اللي حصل بالظبط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد زكي محمود سالم. صراحة واحدة معدية شافت مكان الحادث ومرمي قدام الباب، صوتت طلعنا نجري. الكلام ده كان امتى؟ دي كله كان قبل الفجر، هي قامت الساعة 6 الصبح صوتت. انتوا جريتوا على الصوت بقى؟ ما نعرفش في ايه، صوتت احنا جرينا على الصوت. اما صوتت لمت الناس كلها. احنا جينا شفنا الحادث، لقينا عيل مرمي من المكنه والباب مفتوح والموتوسيكل بتاعه مركون قدام قصاد منه. اسمه ايه بقى؟ اسمه محمد الهادي. هو هنا بقاله كتير في المكان هنا؟ بقاله حوالي 7 سنين. المكان اللي هو شغال فيه هنا ايه؟ خرده. مخزن خرده؟ مخزن خرده. كان ميت فين بقى؟ كان مات قدام الباب. كان له علاقات او مثلا في مشاكل بينه وبين؟ ما فيش اي حاجه بينه وبين. لا، طبيعته حلوه معانا وعيل شباب ومحترم جدا، عمرنا يعني ما شفناش حاجه وحشه معاه يعني صراحه. واحنا دلوقتي كل المباحث الجنائيه كلها جت والدنيا اتقلبت عشان خاطر الواد ده غلبان. واحنا دلوقتي في قريه كفر الشهاوي، خاطر يعني اول مره نشوف حاجه تحصل بالطريقه ديت في البلد ديت. يعني النهارده اول يوم العيد، اول يوم العيد والناس بتعيد والناس كلها فرحانه والصوت اشتغل قمنا جريان عليه. تمام. هو محمد متزوج؟ لا. متجوز؟ لا مش متجوز، له اخين. له اخين؟ هو الاكبر ولا الصغير؟ لا، هو المتوسط. متوسطاني. طب والوالدته عايشه؟ والدته عايشه. يعني ممكن تكون السرقه دي بغرض القتل ده بغرض السرقه؟ لا، لو في سرقه كان خدوا المكنه، خدوا تليفونه، خدوا فلوسه، خدوا كل حاجه. مش شايفين سرقه، حتى المباحث ما جت ما شفنا السرقه ولا اي حاجه. تمام. انت كنت قلت ان هم خدوا الكاميرات. فخدوا الهارد بتاع الكاميرات. حاطط كاميرات في المخزن وبره المخزن وكاميرات مراقبه كلها. كله دي تشال. هو بقاله قد ايه شغال هنا في المكان او في المنطقه هنا؟ بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي 7 سنين. 7 سنين. مفيش اي مشاكل؟ مفيش اي مشاكل مع اي حد. كان محبوب والناس كلها حباه ومحترم جدا، والناس كلنا هنا واخواته معانا هنا في نفس الحته، وناس محترمه معانا. اللي شافته بقى كانت راحه فين؟ راح المقابر تزور ولادها الاثنين متوفيين. شافت بقى ايه اللي حصل بقى لما شافت الموتوسيكل والواد مرمي قدام الباب. كان مرمي على وشه؟ كان مرمي على ظهره. مرمي على ظهره. صوتت لقينا نجري، شفنا الواقعه يعني حاجه تعزن. وكان مضروب في راسه؟ كان مضروب في دماغه. انما انتوا ما سمعتوش ضرب نار او اي؟ لا، ما احنا بقى الفجر ما سمعناش اي حاجه والله، احنا ما سمعناش حاجه يعني صراحه. احنا ما سمعناش ضرب نار ولا سمعنا حاجه. دلوقتي المباحث جات الجنائيه خدتها على المستشفى كفر شكر. معنا برضو احد شهود عيان، برضو هنعرف منه التفاصيل. يعني السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ الله يسلمك. انت جار في وش المخزن اللي لقوه مقتول فيه؟ يعني احنا كنا بنصلي العيد، جينا لقينا الناس ملمومه ما نعرفش ايه اللي حصل. فقالوا ان محمد عادل رب مضروب طلقه من دماغه، لكن انا شفت ولا نظرت. تمام. طب هو محمد هنا علاقته بيك كانت عامله ازاي؟ محمد كان جدع جدا وهو كويس، ما فيش مفيش عليه اي حفه، مفيش عليه اي حاجه. لا 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 لا، كان راجل محترم. لا هو ولا اخواته، هتطلب منهم طلب يجيبوه لك بمنتهى الادب ومنتهى الذوق. الادب كمان، منتهى يعني الادب والذوق. ما لهمش في المشاكل او لا 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 لا، الله اعلم بداخلياتهم ما نعرفش، لكن هم الظاهر لنا مفيش حاجه خالص 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 خالص. طب ايه اللي انت سمعته يعني؟ قال لك ايه قالوا ان محمد انضرب مضروب بطلقه في بين في رقبته في راسه بس، لا اكثر ولا اقل. انت الجار اللي في وش محمد على طول المخزن بتاعه، يعني سلوكه كان عامل معاكوا ايه وحياته؟ والله العظيم الراجل في منتهى الادب ومنتهى الذوق، ولا عليه اي حوفه قله ادب يعني، لكنه محترم وذوق وزي ما انت قول والله اعلم به.
تمام. يعني انتوا ما سمعتوش ضرب نار او؟ لا والله انا قاعد في شقه تعتبر قبل المكان. فما ما سمعتش حاجه. ما سمعتش الا الله يصا واللمة. ايه قالوا ده محمد عادل مقتول قدام المخزن. حتى انا ما روحتش من هناك. هم موجودين في المكان بقالهم قد ايه؟ بقالهم يجي 7-8 سنين. بقالهم فتره كبيره يعني. هم اصلا مش من هنا يعني؟ لا من البقاشين، لكن ارضهم تبع كفر الشهاوي خالص. ارضهم تبع كفر الشهاوي يعني. تمام. طب هو منين اصلا هو؟ هو من البقاشين. من البقاشين؟ وعامل بيع الارض دي، شاريها وبيع منها الجزء وعمل منها مصنع خرده. مصنع بيعمل ايه في المصنع ده؟ مصنع بتاع بلاستيك، هو من الازاز بتاع الزيت والحاجات دي. بتتفرك طبعا وتتعمل بودره بياخدوها يعملوها. لكن هو طول المده اللي هو قعدها هنا؟ لا والله، ما كانش في اي مشاكل، ما كانش بيعمل في منتهى الادب. ما تسمعوش مثلا بيعمل خناقات مع حد؟ لا 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 لا، في منتهى الادب ومنتهى كل الذوق يعني. الكل بيشكر فيه الله يرحمه يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. بيت مبارك ودنيا يعني. والله ما يعني حاجه غريبه، حاجه يعني هي هتبان ما فيهاش طرف. ايه يعني هو اللي سرقوا الكاميرات كمان؟ خدوا الكاميرات الهارد. سمعنا برضو من الهاردات اتسرقت، سمعنا لكن ما شفناش. يعني اللي داخل واخد عارف المكان فيه كاميرات اكيد. لو الكلام ده صحيح يبقى المفروض واخد ان هو واخد على المكان وعارف المكان ودرسه ودهسه وعارف ان ده موجودين ومش موجودين وكده. الله يرحمه ويحسن ليه. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في كفر الشهاوي، مركز كفر شكر، حيث شاهدنا الحادث المأساوي الذي شهدته هذه القرية. مقتل شاب يبلغ العمر 35 عاما، يعني أبوه متوفي منذ شهرين فقط، محمد عادل الله يرحمه حوالي سنة، والده متوفي منذ حوالي عام. محمد الأخ الأوسط لأشقائه، يعني هو محمد كان محبوب وكان شخصية محبوبة. عاصروا عليه الصبح أحد السيدات عند ذهابه إلى المقابر حوالي الساعة 6 الصبح، وجدته ملقى على الأرض ومصاب بطلقة خرطوش في رأسه، وقامت بالصراخ وتجمع الأهالي، وحيث استمعنا لهم لما شاهدوه في هذه الواقعة. وطبعا الكل هنا بيشكر في محمد وبيقول إن هو كان إنسان كويس وكان محترم، وأكدوا إنه طبعا إن برضو إن هو المتهمين قاموا بسرقة الهارد الكاميرات الخاصة بالمكان الذي يعمل فيه. ولحد دلوقتي طبعا لا توجد أي معلومات يعني تؤكد إذا كان تم ضبط المتهمين من عدمه. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي مصر اليوم، كان معكم علي إسماعيل من قرية كفر الشهاوي، مركز كفر شكر.